النهارده الصبح عرفنا انه الهلال السوداني خد موافقه من الاتحاد السوداني انه هيبقى فيه 15,000 مشجع في مباراه الاهلي يوم الجمعه. من شويه الكاف اعلن انه مفيش جماهير في هذه المواجهه، يعني ممنوع الجماهير او ممنوع دخول الجماهير في هذه المواجهه. ايه القصه؟ في جماهير ولا مفيش جماهير؟ نسمع من الكابتن هيثم السباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. وعليكم السلام، مرحبا بك كابتن. اهلا بيك استاذي، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. اهلا بيك، كله بخير. قول لي بقى ايه حكايه الجماهير؟ الجماهير موجوده في المدرجات يوم الجمعه ولا مش موجوده؟ انا لا اسمعك. الجماهير، جماهير نادي الهلال هتكون متواجده في مباراه يوم الجمعه ولا مش هيبقى موجوده؟ لا اسمعك جيدا. طيب فقدنا الاتصال، هنعاود الاتصال مره اخرى. الحكايه انه هل هيبقى في جماهير ولا مفيش جماهير؟ كلام انه لاسباب موافقات امنيه مش هيبقى في جماهير، وفي كلام لا انه هيبقى في جماهير. الهلال قدم احتجاج للهلال الكاف ولا لا؟ كل ده هنعرفه بعد لحظات من هذه المداخله، نفهم القصه فين، القصه واقفه فين. ده اللي حصل النهارده، احكي لكم اقول لكم الخبر بالتفصيل. النهارده نادي الهلال السوداني اعلن على صفحته على الفيسبوك ان مباراته قدام النادي الاهلي هتكون من غير حضور جماهير بناء على الخطاب اللي تلقاه من الاتحاد الافريقي لكره القدم في الساعات الاخيره. الخطاب ده جه بعد ما كان الهلال اعلن عن حضور 15,000 مشجع وبدا يطرح تذاكر المباراه كمان. طيب رجع لنا مره اخرى هيثم السباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني. يا كابتن هيثم اتفضل. يا فندم كنت بسالك هل هتتواجد جماهير نادي الهلال في المدرجات في مباراه الاهلي القادمه؟ الموقف حتى الان واقفين عند ايه؟ صباح اليوم اتانا خطاب من الكاف بالموافقه للعب في نادي، بالموافقه لجمهور الهلال بعدد 15,000 متفرج ومشجع. ونهايه اليوم اتانا خطاب من نفس الاتحاد الافريقي بمنع الجمهور لدخول المباراه. ده ببساطه يعني الصبح قال لك الجماهير هتحضر، بالليل قال لك مش هتحضر. طب هو وافق ليه؟ نعم. وافق نعم. ليه؟ وافق ليه ورفض ليه بعد كده؟ هذا يجر عنه الاتحاد الافريقي. هذا ايه؟ خلاص. يسال عنه الاتحاد الافريقي. اتانا خطاب من غير تبرير. خطاب الرفض اتانا من غير تبرير. من غير تبرير. طيب هل قدمتوا احتجاج؟ هل خدتوا نعم. خطوات اخرى؟ الخطاب اتانا مؤخرا، سيجتمع غدا المجلس الهلال الساعه 9 صباحا وسيتخذ قرارات وما تحفظ صيبه نادي الهلال واحترام جمهوره. الكلام اللي نشر ان انتم بتفكروا في عدم استكمال البطوله والانسحاب من البطوله، الكلام ده صحيح؟ حتى الان المجلس لم يجتمع، المجلس سوف يصدر القرار الذي يراه المجلس مناسبا اذا كان المواصله في البطوله او الانسحاب. هذا قرار المجلس غدا في اجتماع الساعه 9 صباحا. يعني انت بتقول لي دلوقتي ان الانسحاب ضمن الخيارات وده هيحسم بكره. نعم تمام. لا اسمع جيدا. بقول لك انت بتقول لي انه الانسحاب ضمن الخيارات اللي ممكن تبقى. سامعني كويس كده ولا مش سامعني؟ كده سامعك. سامعني كويس. طيب انا بسالك، بقول لك انت بتقول لي انه الانسحاب من البطوله ضمن الخيارات اللي هتبقى مطروحه بكره في اجتماع مجلس الاداره، مظبوط؟ انا بقول لك انه غدا ان شاء الله سوف يقرر المجلس ماذا يحدث ما بين نعم. ما بين الاستمرار في البطوله او الانسحاب. هذا سيقرره المجلس. مفهوم، انا فاهم. انا انت غدا ان شاء الله. لا انا نعم. انا متفاهم انه المجلس اللي هيقرر غدا، انا بسالك ان دي الخيارات المطروحه يعني. هي كل الخيارات متاحه. كل الخيارات متاحه. كابتن هيثم نعم. السباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هو قال لي انه بكره لو حضراتكم الصوت ما كانش واضح بشكل كويس، المتحدث الرسمي باسم نادي الهلال السوداني قال لي ان هيبقى في اجتماع غدا لمجلس إدارة نادي الهلال عشان يشوفوا هيكملوا البطولة ولا هينسحبوا من البطولة بعد قرار الكاف بعدم تواجد الجماهير في مباراة اليوم الجمعة قدام النادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. خلونا نشوف.
انا اعتقد الهلال هيكمل ان شاء الله والامور هتعدي، بس طبعا الهلال من حقه انه يدور على حقوقه لو كان ليه حقوق، ويفهم على الاقل من الكاف هو ليه تم منع الجماهير بعد الموافقه على حضور الجماهير. من حقهم طبعا يمشوا الطريق ده لاخره. طيب